سياحا ومقبولا من سيادتك، ليه مش واقف ضد فكرة ان الاهرامات بنيت من الفضاء؟ اللي يرد اولا الكلام ده غير صحيح لسببين. السبب الاولاني ان احنا نجد تحتمس الثالث مؤسس الامبراطوريه الاوبرديه موجوده في الفاتيكان ومحفوظه في الفاتيكان، برضه في الفاتيكان محفوظه. في الفاتيكان، ما هي ايطاليا بقى، ما هي البرديه ده، هي حتى بتوع الاطباق الطايره دايما يشيروا اليها ويعتمدوا عليها. بيقول ايه؟ لان طبعا كل ملك يعني يقول التاريخ بدايه من حكمه، فبيقول في السنة 22 من حكمي في فصل الشتاء أخبرني الكهنة أن سماء البلاد امتلأت بأجسام فضية لامعة، أمرت بتسجيل هذه الظاهرة النادرة للأجيال القادمة. البردية دي موجودة وهناك، إزاي لو دول مثلا هم بنوا الأهرام يعني رايحين جايين علينا، إزاي دي تبقى نادرة بالنسبة لتحتمس؟ أضف إلى هذا ان القوانين التي يعني الرياضيات والهندسه والاخره، اربعه من العلماء جمعوها، ارشيبالد، تشيز، مانج، بيل، جمعوا 36 وثيقه اصليه في الرياضيات المصريه القديمه وقسموها الى رياضيات خاصه بالدائره، ازاي تجيب مساحتها ونص القطر بتاعها، والاهم حاجه الباي اللي هي 22 على 7 النسبه التقريبيه، اللي ما فيش عالم النهارده يقدر يمشي معادله من غير النسبه التقريبيه دي اللي هي 3.14%، مصر جايباها من الاف السنين قبل الميلاد. والمجموعة الثانية اللي هي حسابات المثلث، مسمينها المثلث الذهبي. فاحنا عندنا علوم اهي موجودة، اهي مكتوبة بالهيروغليفية والديموطيقية والكلام ده كله. يعني اللي احنا عاملينه ده كله مش جاي من فراغ، ده غير اللي اتدمر وغير اللي اتحرق وغير انت من انصار نظرية المؤامرة؟ بالنسبة لنا احنا؟ اي طبعا. طبعا. اي حد يقرا ما حدث سنة 1905 والمؤتمر اللي فضل سنتين شغال لغاية 1907 وطلع كان رئيس وزارة انجلترا سير هنري كامبل بانرمان، هذا الرجل جمع جموع مش بس عسكريين وتاريخ وغيره، ده جاب الناس المتخصصة في في سقوط الامبراطوريات وقال لهم احنا دلوقتي اون ذا بيك، وبعد البيك او القمة الديكلاين، لان كانت انجلترا امبراطورية لا تغرب عنها الشمس في الوقت ده. قولوا لنا ازاي نؤخر هذا السقوط. ايوه. فقعدوا سنتين قالوا ان في منطقه غنيه جدا، ثريه جدا، كل مصادر القوه موجوده عندها، دين واحد يجمعها، لغه واحده تجمعها، حتى من ضمن اللي قالوه في التفاصيل انت لست في حاجه الى مترجم من عكا الى كركوك، تجمعهم لغه واحده. ولحسن الحظ انها شعوب جاهله وحكام برضو ما همش فاهمين حاجه، فلا بد من خلق كيان. بيقولوا له ان هذه المنطقه اذا استقرت تقدمت، واذا تقدمت خنقونا. ازاي؟ قالوا له قناه السويس شمالا، باب المندب جنوبا، هرمز شرقا، جبل طارق غربا، فيخنقونا. فما ادولهمش فرصه للتقدم ابدا. ازاي نخلق كيان في وسطهم ما يدولهمش فرصه للتقدم ابدا؟ كان في ذلك الوقت اللي مسك الوكالة اليهودية مين؟ بعد حيم وايزمان هو اللي مسك من تيودور هيرزل. تيودور هيرزل مات 1904، مسك منه حيم وايزمان بعدها. فتحالف حيم وايزمان 1905 مع سير هنري كامبل بانرمان واتفقوا، والاتفاق ده بقى حيز التنفيذ في الحرب العالمية الأولى، واللي هو وعد بلفور اللي أخده سنة 1917.